إذا مبارك أو جمال مبارك بوصوفي على اليمين الآن عالية الكرة خطيرة الآن داخل منطقة الجزاء عرضية أخر جبراني إلى لويس عالية طويلة كايكي يا سمو ديكا لذلك الشباب مميز جدا مع الروماني الله 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 على النقلة وعلى السرعة وعلى التحول وعلى التسديدة الله لويس أنطونيو خطير على الشباب لويس أنطونيو التسديدة يا رجل بالتالي سجل الشباب هدفا أول الكرة ملعوبة إلى ناحية اليمين نقلت إلى ناصر يحاول شبراني يلعب نتيجة 1-0 لم يسبق أن حضرت في لقاء الفريقين بحاجة للكثير كرة موجودة لويس أنطونيو يلعب لك كرة الراهب مانجا في اللقاء الذي سبق كرة للشباب سليمة يا ركان كرة باليمين طال فيها نصير أرضية أجواء المباراة نعطي هذا الحماس وإن كان الحضور الجماهيري لا يعبر عن ذلك الآن محاولة هدم مباريات سابقة كتكتيك واعتماد على الكرات المرتدة الآن هذه الكرات المرتدة الآن وصلت إلى الزلزال ليس كما ينبغي من الأسرين والفريق بأكمله ليس كما ينبغي في مباراة الليلة الكرة لصالح الشباب الأفضل طريق الخيبري عبد الله يرسل الكرة باتجاه أنطونيو وصلت إلى ناصر الشمراني ما زالت لجمال والكرة بتصل باتجاه أنطونيو لويس أنطونيو لويس في مكان سليم يلعب لك abertura pelo lado direito com Eduardo e a Chape na pressão já retoma a posse de bola Luiz Antônio entregou na direita Eduardo técnica da Chapecoense para ver se suporta até o fim do jogo senão Luiz Antônio se mandou tocou para o Wellington bom o Pacheco consegue evoluir e aí tem mais a presença do Luiz Antônio a bola Márcio Araújo ameaçou bater Luiz Antônio está na meia lua para o Márcio Araújo na grande área pintou o gol a campanha irretocável que vai mantendo a Chape na liderança apareceu bem Luiz Antônio com um pouco de espaço olha a bola chegando